هنبدأ الانتي مايكرو بكتيريا. كنا جبنا سيرتهم في المحاضرات، كنا جبنا سيرة حاجة اسمها مايكرو بكتيريا تيوبركيلوزز، كنا جبنا سيرة حاجة اسمها مايكرو بكتيريا افلين كومبلكس. مش حاجة جديدة علينا، تمام. بس هي كبكتيريا هي مختلفة شوية عن كبكتيريا هي مختلفة شوية عن الستراكشر بتاع البكتيريا اللي كانت بتتصرف بالجرام ستين. الميكروبكتيريا ده عبارة عن الباسيلوي دي شكلها يعني طويل كده شوية، مش مدور زي الستاف مثلا، تمام. بتنقسم فترة طويلة جدا، بتعمل باينري فيجن في حوالي 18 ل 24 ساعة، يعني عقبال ما الخلية الواحدة تبقى تو دوتر سيلز بتاخد 24 ساعة، ودي طبعا فترة طويلة مقارنة بأي بكتيريا تانية. بيبقى الموضوع اصلا كده بكتير، تاخد حوالي ساعة ونص تقريبا، ساعة ساعة ونص حاجة. فالرقم دوت بتاع 24 ساعة ده عالي جدا. ده يمكن اللي بيخلي البكتيريا بعد ما بتعمل العدوى عندنا في جسمنا يعني ما بنكتشفهاش غير بعد تقريبا اسبوعين من الانفكشن، نبدأ تظهر الاعراض بعد حوالي اسبوعين من الانفكشن. ما بتصبغش بالجرام ستين، تبقى بورلي، هي ممكن تعمل ابزوربشن للجرام ستين بس تبقى ضعيفه جدا. ولو انا حطيت عليها حاجه دي كالرايزر او الكحول، يعني لو انا حطيت عليها الكحول هيعمل ووشنج للداي ديت. كنا حكينا الكلام ده في اول محاضره خالص، قلناها الطريقه بتاعت الستين جرام ستين. هنا هنتكلم عن حاجه اسمها اسيد فاست ستين او زيل نيلسون ستين. ديت ليه هم لجأوا ليها؟ لان هم لقوا ان في بعض البكتيريا مش بتصبغ بالجرام ستين، لان احنا قلنا الجرام ستين كان بيصبغ ايه؟ كان بيصبغ السيل وول. السيل وول كانت البكتيريا بتاعت الجرام ستين كان بيتكون من بيبتيد جلايكان لاير بس، اللي هو لان اصلا الجلوكوزامين لان اصلا جلوكوزامين اسيد وخلاص على كده. فكان الجرام ستين بيمتصها الاستراكشر ده، لكن هنا هو في حاجه تانية فوق الاستراكشر ده اللي هي حاجه اسمها مايكوليك اسيد، طبقه اسمها مايكوليك اسيد. بتتكون من ايه؟ بتتكون من فري ليبيد جلايكو ليبيد اند بيبتيد جلايكو ليبيد. بس ما علينا، يعني هي بتتكون من ايه؟ هي مين اللي بتتكون من ليبيد؟ اوكي، هي واكس لايك ستراكشر محوط البكتيريا من بره، والكيميكال نيتشر بتاعته ليبيد. فالاسيد فاست ستين ديت بتتميز بان هي بتصبغ ليبيد، بتصبغها وبتبقى ستابلايزد قوي معاها. فاحنا بنعمل ده ازاي؟ احنا بنحط ابلكيشن لحاجه اسمها كاربول فوكسين او كاربول فيكسين، تمام. دوت برايمر ستين بيعمل صبغه لاي بكتيريا موجوده عندي في السامبل، سواء كانت مايكرو بكتيريا او غيرها، تمام. بعد كده باخد السلايد اللي انا حطيت عليها الصبغه ديت، بعمل لها فيكسيشن على النار كده سريعا، يعني بعمل فيكسيشن ليه او موردنت، بثبت الصبغه او بعمل ستابلايزيشن للصبغه جوه الاستراكشر اللي هي عملت له ابسوربشن. بعد كده بعمل ابلكيشن لحاجه اسمها ديكالرايزر عشان يعمل ديكالرايزيشن للاذر اورجانيزمز اللي انا مش عايز اصبغها، اللي هي ببساطه ما فيهاش حاجه تمتص الاسيد فاست ستين، مش شرط تكون مايكرو بكتيريا، بس هو مينلي يعني يصبغوا بيها المايكرو بكتيريا. بس لو في حاجه تانية في الاستراكشر بتاعها، في ليبز او في واكس او في فاتي اسيد بره خارجيه، هتصبغ برده. وبعد ما اعمل الكحول مش هيحصل لها ديكالايزيشن. بعد كده بيحطوا حاجه اسمها كانتر ستين. كانتر ستين دي الاسيد فاست ستين، الكانتر ستين بتاعتها هي الميثيلين بلو، من اسمه غير بلون بلو لاي بكتيريا تانية. فلما اشوفها تحت الميكروسكوب بعد ما اعمل الخطوات ديت، بيظهر لي المايكرو بكتيريا على هيئه بس الله، بيكون لونها زي بينك كده، والاذر اورجانيزمز بتبقى لونها بلو، تمام. ده عن المايكرو بكتيريا. انا نسيت اقول حاجه هنا، ان هو المايكوليك اسيد دوت في ما بين البيبتيد جلايكان لاير وما بين الطبقه بتاعت المايكوليك اسيد في حاجه اسمها اربينو جلاكتان لاير. الاربينو جلاكتان لاير ديت هنشوف في دراجز هتشتغل عليها وهتبوظ فيها، نشوف بقى الدراجز لما تيجي ان شاء الله. هنرغي شويه في المرض والبكتيريا، هنرغي شويه في المرض والبكتيريا لحد ما يعني تقدروا تفهموا الدنيا كويس قوي، علشان لما اتكلم على مثلا
الستيج اللي هو بيشتغل فيها، او بتكلم على ان هو بيشتغل على اي نوع من انواع التي بي زي ما هنشوف في انواع. تبقوا فاهمين الليله فيها ايه. دي كان المفروض فيديو، بس انا لقيت ان الفيديو التو فيديو دول لو انا عرضتهم هياخدوا حوالي نص ساعه تقريبا عرض. فدي صوره من الفيديو، السورس بتاعه هو خان اكاديمي. اللي ما يعرفش خان اكاديمي يا ريت يكتب على جوجل خان اكاديمي، لان بجد هي فيها حاجات كتيره جدا 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 هتفيدكم، لان هي مش بتتكلم يعني، هتلاقوا فيها كيمستري وهتلاقوا فيها بيولوجي وهتلاقوا فيها فيزيكس وهتلاقوا فيها حاجات كتيره جدا، مش كلها ميديسين يعني. نصيحه لو حد ما يعرفهاش لازم يعرفها، لان هي فعلا هتفيدكم جدا، وطريقه الشرح بتاعتهم بسيطه جدا 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 وكلها يعني فري. وكمان في سبتايتل ممكن تشغلوها، يعني حد مش بيقول اوف قوي الانجليش ممكن يشغل السبتايتل العربي من السيتنج بتاعت السيرفر بتاع العرض يعني، ويقدر ان هو يفهم الدنيا وبيعرضوها بشكل بسيط جدا وجميل جدا. تمام، زي ما هنشوف دلوقتي هنا هو جايب مام، دي ام ماشي، عندها الاحمر ده اللي هو المايكوبكتيريا اللي احنا بنتكلم عنها. على وجه التحديد احنا بنتكلم على التي بي اللي هو مايكوبكتيريا تيوبيركلوزز، اشهرهم واخطرهم او يمكن الموست كومن ان احنا يجي لنا منه عدوى كبني ادمين يعني، هو التي بي. المام ديت لما تعمل كف ممكن تعمل عدوى للصام بتاعها تنتقله عن طريق الاير، يعني من الاخر التي بي هو اير بورن انفكشن، يعني بينتقل عن طريق الاير. لو المام ديت مثلا مسكت بيتزا وناولتها للصام مش هيحصل له حاجه، لو ناولته كوبايه مش هيحصل له اي حاجه، يعني هو مش بينتقل عن طريق الكونتاكت دايركت كونتاكت، لا هو بينتقل عن طريق الاير بس. تمام، لو مسكت مثلا المقبض بتاع الباب وفتحته وبعدين جه حد بعديها مسكه، لا مش هيتعدي منها. لو ناولت حد فيه مش هيتعدي منها. تمام، يعني من الاخر هو طريقه الانتقال بتاعته عن طريق الاير. طيب هي دلوقتي عملت كافين، تمام، وهي عندها تي بي والصن كان قريب منها، وحصل ان هو جسمه اتعرض ل المايكرو بكتيريا. الصامت الفيلاي دي اللي هي الحويصلات الهوائيه. تمام، عندنا اربع احتمالات. اول احتمال ان هو مثلا المايكوبكتيريا كان عددها قليل، او ان هي ما دخلتش اللنج، ما دخلتش التراكيا، ولا لو حتى لو ممكن تدخل التراكيا بس ماتت قبل ما توصل للالفيولاي، فالالفيولاي ما دخلهاش اي حاجه. الشخص ده هيفضل هادي لو الصم دوت، الاحتمال ده هو اللي حصل، الصم هيفضل هادي ما عندوش اي مشكله. تمام، ببساطة الجهاز المناعي بتاعه ما لقطش قبل كده تي بي، ما يعرفش يعني ايه تي بي وما اتعاملش معاه، ما قدرتش توصل لجسمه من جوه. تمام، الماكروفاج هنا هو سوري الاحتمال الثاني والثالث هنشوفهم دلوقتي وهنشوف بيتقال عليهم ايه. الثاني ان هو المايكروبكتيريا دخلت جوه الالفيولاي، بس مناعة الصن دوت كانت قوية وكويسة جدا، فهو عنده ماكروفاجز نوع من انواع خلايا الدم البيضاء واي بي سي، قدرت ان هي تعمل انجلتمنت وتعمل كيلينج للمايكروبكتيريا اللي جواها، قدرت ان هي تموتها. تمام، ده الاحتمال الثاني ان هو برضه هيفضل مش ظاهر عليه اعراض. تمام، الاحتمال الثالث انه عنده مناعه وعنده ماكروفاجز وكل حاجه وبرضه نوعا ما يتقال عليها قويه، بس الماكروفاج اخرها ان هو عمل انجلتمنت للمايكوبكتيريا بس هو ما عملهاش كيلينج، ما قدرش ان هو يقتلها. وعلى فكره المايكوبكتيريا تيوبركيلوزيس هو انترا سيلولار، ربنا خلقه طبيعته بيحب يعيش جوه الماكروفاج على وجه التحديد، مش اي وايت بي سي، هو بيحب يعيش في الماكروفاج بس بيعيش جواها. فهو هنا في الحاله الثالثه ان هو الماكروفاج جواها التي بي، بس ولا الماكروفاج عارفه تقتله، ولا التي بي عارف يعمل مالتيبليكيشن ويكسر الخليه ويبدا ان هو يخرج براها ويكمل طريقه. المرحلتين الاحتمالين دول بيتقال عليهم ليتنت تي بي انفكشن. ليتنت يعني كامل، وهنشوف ليه فصلناهم عن الحاله دي، وهنشوف ليه هو مش هيلثي برضه.
بس مصطلح ليتنت هنا مقصود بيه ان هو الجهاز المناعي اتعرف على حاجه اسمها تي، سواء قدر ان هو يتغلب عليها او لا، هو قدر ان هو يتعرف على حاجه اسمها تي بي، اوكي، او مايكوباكتيريا مش بالكيروس. اوكي، الاحتمال الرابع بقى ان الماكروفاج عمل انجلفمنت وبعدين حاول ان هو يقتل العدد بتاع اما الفيريولنت فاكتور بتاعتها قويه جدا، ما قدرش ان هو يتغلب عليها، لان العدد بتاعها كبير جدا. في كلتا الحالتين هو ما قدرش ان هو يتغلب عليها وهي اللي غلبته، فقتلت البكتيريا، قتلت سوري الماكروفاج، وبعد كده عملت رابشر بره السن وبدات ان هي تنتشر. تنتشر فين؟ هتنتشر الماكروفاج الثاني، تمام. ده الاحتمال الرابع، ده اللي بيتقال عليه active TB infection، يعني لما اشوف لما يحصل الحاجات دي بتظهر الاعراض، لكن ده وده ما بيظهرش عليهم اعراض. اللي كان TB هنا مش هتلاقي ظاهر على الصم اي اعراض، مع ان هو اوريدي عنده مايكوبكتيريا جواه، هنا ماتت وهنا عايشه جواه وعادي موجوده جواه، بس ما بيظهرش عليه اعراض. وهنشوف خطوره ده ايه وده خطورته ايه، تمام. خلاص، ده الاحتمال الرابع، الصن مكانش مناعته كويسه، الماكروفاج ما قدرش ان هي تدمر المايكوبكتيريا وبالتالي بدا يظهر الاعراض. ايه هي الاعراض؟ في منها نوعين، واحد كونستيتيوشنال، يعني نقدر نقول ان هو حاجه مش ريليتد للمايكوبكتيريا ذات نفسها، هي ممكن على مستوى الجسم كله بتظهر وفي نفس الوقت مش ريليتد للمايكوبكتيريا ذات نفسها، اللي هي الرعشه السخونيه، خافس، تمام، مش بياكل كويس، بيعرق بالليل، دي اعراض عدوى عاديه جدا بتيجي لناس كتير. في بقى عدوى ريليتد تو الايه، المايكوبكتيريا، اللي هي lower respiratory tract symptoms، coughing و chest pain و bloody sputum، وساعات بيستخدموا السبيوتم دوت ياخدوا منه سمير او ياخدوا منه مسحه ويبداوا ان هم يشوفوه تحت الميكروسكوب ويعرفوا هو الكوز اللي عامل العدوى. السيمبتومز من ساعه الانفكشن لحد ما تبدا تظهر ممكن تاخد حوالي اسبوعين او 10 ايام، بس الديوريشن بتاعتها، الديوريشن بتاعت اللي هي الاكتيف تي بي انفكشن حوالي 3 ويكس او اكتر، من 2 او 3 ويكس، في بعض المراجع قالت 2 to 3 ويكس او اكتر، وفي قالوا اكتر من 3 بس، تمام. دوت كان ازاي العدوى بتتم. طيب ايه بقى اللي بيحصل في جسمنا وايه هو الليتن تي بي وايه هو الاكل تي بي؟ ده كان فيديو تاني، تمام، من نفس الموقع، كان اكاديمي. هو بيحكي هنا عن شخص انفكتد زي المام اللي كانت هناك ديت، دي عمل كافينج والشخص دوت المفروض ان هو لقط العدوى. هو بيحكي هنا ايه اللي بيحصل في الاكتف تي بي انفكشن. اول حاجه زي ما قلنا الماكروفاج حصل انجلفمنت في المايكوبكتيريا بس ما قدرش ان هو يتغلب عليها، فبدات ان هي تعمله رابشر وتخرج بره الماكروفاج وتبدا ان هي تروح تعمل عدوى لاذر ماكروفاجز. ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحصل بالتدريج كده، بيتكون بالتدريج كده حاجه اسمها غول فوكس، حاجه اسمها جرانيولوما على وجه التحديد بتاعه التي بي اسمها غول فوكس، يعني كلمه غول فوكس دي خاصه بالتي بي بس مش اي جرانيولوما. اوكي، ايه هي الجرانيولوما؟ ده الفكره العامه بتاعتها، بتتكون من حاجه كده دائريه، الاستراكشر بتاعها بيبان في الاكس راي بتاعه اللنج، ممكن يبان في حاجات كده هتلاقوها شكلها ابيض في الدايجنوزز. الاستراكشر بتاعها ايه او التركيب بتاعها عامل ازاي؟ في النص في حاجه اسمها كيزيوس نيكروزيس، كيزيوس نيكروزيس يعني النيكروزيس يعني في تيشو اتدمر، ده ناتج عن ان في ماكروفاجز كتير حصل لها انفكشن وبعدين ماتت، ماكروفاجز ثانيه حصل لها انفكشن وماتت وماتت، فبيبدا يتجمع التيشو اللي حصل له نيكروزيس بسبب الحرب الشمعاء ديت ما بين الماكروفاج وما بين التي بي، اللنج بيتاثر بيعمل نيكروز، بيعمل حاجه اسمها كيزيس نيكروز. اوكي، دوت بيبقى في الكور بتاع الغول فوكس،
الكور يعني في النص، في النص بيبقى في حاجه اسمها فيزيوس نيكروس. بعد كده بيبقى متحوط في ماكروفاجز. الماكروفاجز ديت انفكتد، انفكتد بي تي بي، متحوط كده انفكتد بي تي بي. امال ايه دي؟ ديت ماكروفاج برضو انفكتد، تمام. بس لما الانفكشن بتحصل في الماكروفاج بيقدر ان هو المايكوبكتيريا يمنع ان الخليه تقدر ان هي تنقسم. بعض الخلايا ما تقدرش تنقسم وهو موجود جواها، فبتوصل لحد مرحله تضاعف كل الاورجانيلز جواها بما فيها النيوكليوس، وبعدين تيجي تنقسم، اللي هي تنفصل بقى تتحول لتو دوتر سيلز. ما بيحصلش الخطوه دي، تكبر يكون فيها اورجانيلز كتير ويكون فيها اثنين نيوكليار. بعد كده تيجي تنقسم تاني تبقى فيها، ما تعرفش، تبقى فيها اربعه نيوكليار والاورجانيلز تضاعفت. لما تكبر بالشكل دوت تيجي تنقسم، ما تعرفش، تيجي تنقسم ما تعرفش، هي في الاخر هتموت، بس بتمر بمرحله اللي هو هتلاقوها كبيره كده تمام تحت الميكروسكوب وفيها مالتي نيوكليوتيتد او مالتي نيوكليوتيد. ديت عباره عن ماكروفاج مش عارف ينقسم، اسمها جاينت خليه عملاقه، تمام. بعد كده متحوط بقى كل دوت، متحوط بطبقه من الليمفوسايتس على وجه التحديد، هي تي ليمفوسايتس غالبا معظمها بيبقى تي ليمفوسايت، تمام. طبعا التي ليمفوسايت بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه، بس مش دايما بتنجح. طيب الغول فوكس ديت توجذر لما يحصل معاها سويلنج في الليمف نود، في الليمف نود حوالين اللنج، ربنا خلق لنا في الليمف نود حوالين اللنج. لما يحصل سويلنج في الليمف نود اللي حوالين اللنج ويحصل فيها الغون فوكس ديت، الاثنين دول مع بعض بيتقال عليهم غون كومبلكس. الغون فوكس بلس الليمف نود اللي حصل لها سويلنج حوالين اللنج بيتقال عليها غون كومبلكس. دوت بيحصل في الشخص اللي عنده برايمري انفكشن، اللي هي الاكتيف تي بي انفكشن دي، اللي هي اول مره، اوكي. طب ايه الاحتمالات بقى؟ انا مثلا لا قدر الله يعني مثلا جالي برايمري انفكشن، عندي احتمال من اثنين، يا اما انا من 95% من الناس اللي مناعتهم قويه فهيتحول من الاكتيف انفكشن لمرحله الليتنت، تمام، اللي هي دي، ان هو الماكروفاجز هتوصل لحد حاجه معينه وبعدين المناعه تقدر ان هي تتغلب على التي بي وتقدر ان هي تحد شويه من المالتيبيكيشن بتاعه وابدا ان انا اقدر ان انا اسيطر عليها، بس هو ستيل موجود جوه الماكروفاج، يعني المايكوبكتيريا ستيل موجود جوه الماكروفاج. ده في 95% تقريبا من الناس اللي بتعمل ديفلوبمنت للبرايمري انفكشن. ال 5% اللي هم حظهم كويس، لا قدر الله بيبدا الغون كومبلكس ديت او الغون فوكس بمعنى صح، يبدا يحصل لها رابتشر، تمام. لما يحصل لها رابتشر تبدا ان هي تنتشر في اماكن ثانيه من الجسم زي الليفر والكدني، وممكن اماكن ثانيه ممكن تروح السي ان اس على فكره عادي جدا. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه ممكن ما تروحش، ممكن تروح في اي حته، بس الغالب الليفر والكدني بيكونوا سايت اوف انفكشن بارد، يعني في الديسيمينيشن بتاع الديزيز. الديسيمينيتد تيبركيلوزيس ده بيتقال عليه ميلياري تي بي، تمام. دوت انذر فورم اوف تي بي. احنا كده لحد دلوقتي قلنا ثلاثه، ليتنت والاكتف تي بي انفكشن والميلياري تي بي انفكشن. طيب انا دلوقتي مثلا يا اما وانا في البرايمري انفكشن بدات اخد علاج واعمل هيلينج، يا اما في الليتنت انفكشن بدات اخد علاج عادي مفيش مشاكل. قدامي حاجه من الاثنين، لو انا سواء هنا او هنا قدامي حاله من الاثنين، لا اما انا هاخد علاج وهخف وابقى كويس، لا اما انا هاخد علاج مش هيجيب معايا اي يعني اي تاثير او اي فايده، تمام. معنى ان العلاج ما جابش معايا اي تاثير، هي هفضل انا عندي قابليه في اي وقت ان تتحول لي سكندري سكندري تبريكيولوزز انفكشن، يتحول لي يحصل له دي اكتيفيشن، يعني يبدا ان هو يعمل الاعراض دي تاني، بس ما بيتقالش عليه برايمري، بيتقال عليه سكندري، بس هي نفس الاعراض اللي كنا قلنا عليها فوق دي، كنا قلنا عليها في السلايد دي، اوكي.
دي نفس الاعراض نفس كل حاجه. وطبعا اي حد معرض ان هو حتى لو هو ما حصلوش بروجريشن، اي حد داخل بري اكتيفيشن ممكن جدا يحصل له لوكال بروجريشن، وممكن لا ممكن يحصل له سكندري تبركلوز انفكشن وما يحصلش اي حاجه بعد كده ويرجع تاني ليه عادي جدا. تمام. ايه اكتر ناس معرضه اكتر 5% من معرضين اكتر لانه يحصل لهم بري اكتيفيشن؟ هم عندهم مشاكل في الاميون، سواء المشاكل دي ناتجه منهم هم او سواء ناتجه من انفكشن او سواء ناتجه من ادويه هم بياخدوها. مثلا الاتش اي في دي انفكشن، فايرال انفكشن، دي بتزود القابليه بتاعه الري اكتيفيشن 10 فولد، يعني 10 مرات 10 اضعاف. تمام. لو حد عامل ترانسبلانتيشن مثلا لاي عضو في جسمه بياخد اميون سبريسنس، هيزيد احتماليه ان هو يجيله دي اكتيفيشن للتي بي. لو حد انتروفينوس دراج، دراج ابيوزر، لو حد بياخد دراج ابيوزرز اللي هم الناس اللي بيعملوا حاجات بياخدوا الادويه اللي هي الاوبيويد، تمام، اللي بيدمنوا الادويه بتاعت الاوبيويد. الناس اللي بياخدوا اي في دراجز من الاوبيويد ديت برضه ان هم يجي لهم دي اكتيفيشن للتي بي. ايه اللي بيزود الريسك لاثنين او ثلاث اضعاف؟ سوء التغذيه، الدايبيتس ميليتس، السموكينج برضو من ضمن الحاجات اللي بتقلل المناعه شويه اللي هي الكانسر، الادويه اللي هي الانتي كانسر دراجز برضو ممكن تزود القابليه بتاعه ري اكتيفيشن هي 10 مرات. تمام. فدي كل القصه، ان انا ممكن من الاول ما يجيليش عدوى، ممكن من الاول العدوى تبقى ليتنت، وكون ان هي تعمل ديفلوبمنت دي راجعه لمناعتي المين بوينت. وانا لو جالي برايمري بكتيريال انفكشن او جالي ليتنت انفكشن او وات ايفر، انا في انهي ستيج؟ لو انا اخدت علاج ان شاء الله هخف. اوكي. مش هضطر بقى ان انا يجي لي سكندري بكتيريال انفكشن، خلاص ما دام انا حصل لي هيلينج مش هيجي لي سكندري بكتيريال انفكشن. اوكي. دي مقارنه سريعه بين الاكتف تي بي ديزيز او اكتف تي بي انفكشن والليتنت تي بي انفكشن. قلنا ان التي بي اكتف جروز ان ذا بودي، بينمو بيحصل له مالتيبليكيشن، هنا doesn't multiply، makes person feel sick or have symptoms، هنا ما عندوش اي اعراض. تمام. الليتنت تي بي انفكشن مفيش اعراض ومفيش مفيش جروث او مفيش مالتيبليكيشن للمايكروبكتيريا. تمام. بس هي ستيل موجوده جوه الجسم. اوكي. Can't spread from person to person، هنا can spread، هنا مش هيحصله spreading. ليه؟ لأن هو ببساطة جوه الخلية، يعني هو جوه الخلية. اوكي. Can advance to TB disease، ممكن يحصل له progression في أي وقت من TB disease، وقلنا مرجعها لل mainly ال immunity بتاعت الشخص بتتأثر بإيه. هنا can cause death if not treated، ممكن يعمل death، ممكن الشخص ال تي بي لو ما تعالجش ممكن الشخص يموت. معلومة هنا كنا قلناها يمكن قبل كده، انه ممكن لو حصل اي رابتشر للجرانيلوما ديت ممكن يحصل لها ديسيمينيشن لاي مكان في الجسم. ده كان ال تي بي سريعا كده. من اول هنا بقى الشرح بتاع الكتاب ليفن كات. التي بي دوت مش اسم البكتيريا، ده اسم المرض. تمام. البكتيريا اسمها مايكوبكتيريا تيبركيلوز. اوكي. عادة بتتعالج، هي طبعا انواع زي ما شفنا الانفكشن انواع، وكل نوع ستيج معينه وبيتميز بحاجات معينه، وهي طبعا ادويه معينه. انا لولا ادويه ما كنتش بتعالج، بس عشان لما اجي اقول دواء بيعالج كذا يبقى الدنيا واضحه. تمام. في اللي هو الفيرست لاين دوت متفق عليه على مستوى العالم، دبليو اتش او والسي بي سي والاف دي اي وكله متفق عليه، الاربعه دوت دول، لا مش ده، الاربعه اللي هو دوت والاسامبيتول، الايزونايزايد، البايزينامايد، اند ريفامبين از فيرست تشويس. لو الريفامبين شخص عنده مشاكل الريفامبين لاي سبب هنقوله، هبدا ان انا اعمل شيفتنج على بدائل ليه زي ريفابيتين وريفابنتين. تمام. بس هو مينلي اربعه، ايزومايازايد،
بريتنزين اسامبتول اند بايرازينامايد. ايه الحوار ده؟ الادويه دي بتتاخد كلها مع بعضها اول شهرين، اللي هو المين فيرست تايم اللي هو بيبداوا بيه مع كل الناس العاديه، بيبقى فتره علاج لمده 6 شهور. اول شهرين بيدوهم الاربع دراجز دول، طبعا كل واحد ليه جرعه خاصه بيه. بعد كده بيبداوا يوقفوا الاسامبتول والبايرازينامايد، يكملوا ايزونيازايد وفيتامين لحد اخر ال6 شهور. يعني دول بيتاخدوا 6 شهور ودول بيتاخدوا اول شهرين بس. اوكي، ده اللي هو الطبيعي. تمام. طب ليه في سكند لاين دراج؟ لان هم لقوا حاجتين، لقوا في ناس الفيرست لاين ما بيبقاش افكتيف معاهم، او ان الفيرست لاين مثلا في عندهم مشاكل معينه تمنع ان انا اديله الفيرست لاين، او حاجه كمان ان هو البكتيريا ديفولب ريزيستنس اجينست الفيرست لاين دراج. اديته شويه مثلا شهر ولا حاجه او شهرين، لقيت الاعراض مش بتتحسن، باخد منه سمير من الميوكس وببدا ان انا اعمل كلتشر للبكتيريا او المايكرو بكتيريا علشان اعرف ايه الادويه الافكتيف قوي اجينست السترين دوت تحديدا. تمام. بيبقى واحد من السكند لاين دراجز دول هناخدهم ان شاء الله طبعا سريعا، كل واحد 3 4 شهور، مش هنكتب فيهم جامد يعني. تمام. بعد كده اخر حاجه هنقولها في المحاضره اللي هو الليبرزي دوت، برضه هنقوله سريعا مش هنكتب فيهم. اوكي. الليبرزي ده حاجه مرض اسمه الجيزان، بتعمله مايكرو بكتيريا برضه، بس مش مايكرو بكتيريا مثيليكيوري، بتعمله حاجه اسمها مايكرو بكتيريا ريبير، هنشوفها يعني. تمام. السايت دي مهمة جدا جدا جدا. ده مختصر للعلاج الريجيمن، الطريقة اللي احنا بنمشي عليها في العلاج. الستاندرد شورت كورس كيمو ثيرابي ايزونايزايد ريفنتين اسامبتول اند بايرازينامايد فور 2 مانس اند ذن كونتينيويشن فيز اللي هي 4 مانس ويز ايزونايزايد اند ريفنتين اونلي. دوت ستاندرد شورت كورس كيمو ثيرابي. طيب لو حد عنده ليتنت تي بي انفكشن بعمل ايه؟ قدامي حاجه من الاثنين، ممكن ان انا اديله 9 مانس ايزونايزايد اونلي، امشيه 9 شهور كامله ايزونايزايد، او ان انا اديله 12 دوز يعني ورا بعض، 12 دوز وانس ويكلي، والويكس دي ورا بعض، مش يعني 3 شهور ورا 3 شهور لازم ورا بعض، ما ينفعش يفصل اسبوع في النص يقول لا مش هيفيد. تمام. برضه ايزونايزايد بختار بتاع ايزونايزايد اند ريفابنتين، بس بديله الدوزز ديت بتبقى هاير دوزز، مش بتبقى زي الدوزز بتاعت الايزونايزايد اللي هنا، يعني لا اما همشي 9 مانس ايزونايزايد اونلي، لا اما همشي 3 مانس هاي دوزز من الريفابنتين مع الايزونايزايد. المالتي دروج ريزيستنت بقى ده اللي هو المصطلح بيطلق على التي بي اللي هو ريزيستنت للثيرابي الاولاني ده، اللي هو الستاندرد ثيرابي ده هو مش افكتيف معاه. ببدا اعمل ايه بقى؟ ببدا ادي سنتين، رقم كبير شويه، بيمشي على انتي بايوتكس سنتين، وبتبقى كومبينيشن برده، ما بيبقاش مثلا زي هنا كده حاجه واحده او اثنين، لا ده بيبقى كومبينيشن ظريف جدا وكتير ومتنوع، وبيبقى من اللي هم الدراجز اللي هم دول، هم دول ممكن ادي واحد من دول بس لو انا عملت مظبوط افكتيف. في الحاله دي ممكن ادي واحد منهم، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بعمل المزرعه بشوف لو هي افكتيف انا الجلوكوسايد هديله، الستريبتومايسين بيبقى فيرست تشويس، لو هو ريزيستنت لسترين ريزيستنت بدي كانامايسين او انكيسين. الكابريومايسين ده على فكره دوت برضو امين جلوكوسايد، بس يعني مش لسه حديث، وبيتاخد انجكتبل او برينترال اونلي، زي الستريبتومايسين. الاثنين دول يعني مش تانس، دول ناتشرال، دول جايين من فانجاي مش فاكره اسمه، بس دول اكتشف يعني خدوهم عملوا لهم زي اكستراكشن من فانجاي، اللي هو الستريبتومايسين والكابريومايسين. الكابريومايسين ده جديد يعني، ده قديم شويه، ده لسه قريب. الكابيومايسين كاستخدام عملوا له ابلكيشن، يعني عملوا له ابروفل مع التي بي بس لحد دلوقتي.
يعني ما فيش حد بياخد سبريمايسين في حاجه تانيه. تي بي وفي بعضهم ممكن ياخدوا ليه النون تيوبيركيلويد انفكشنز اللي هي المايكوبكتيريا، بس مش تيوبيركيلوزيس اللي هي الاذر تايبس اوف مايكوبكتيريا، بس هو مينلي تي بي. اوكي، الفلوروكوينالون خلاص حكينا فيها المره اللي فاتت، بلس ان انا ممكن اديله فيرست لاين اي حاجه فيرست لاين بس ريمين اكتف زي ما قلنا، بلس ان انا ممكن اديله 1 اور مور من ذا فولوينج اللي هو السايكلوسيرين و الاتينامايد وحاجه اسمها البارا امينو ساليسيليك اسيد، دول هيجوا في اخر المحاضره هنقولهم وده كمان هيتقال. تمام، المهم ان هو بياخد مالتي دراج ثيرابي وبيبقى فتره طويله جدا سنتين. الاكستنسيف لي دراج ريزيستنت تي بي ده بقى اللي هو يعني مش شايل له حاجه، بيلجأوا عاده لحاجه اسمها كلوفازين. تمام، دي اللاينزوليت، اللاينزوليت ده حكيناه قبل كده ان هو الاوكسازوليدينون بيشتغل على ال 50 اس سب يونت، بيعمل بريفنشن للفورميشن اوف انيشيشن كومبلكس، بيأثر على ال البروتين سنسر، والكلوفازين دوت هيجي في اخر المحاضره دي. اوكي، طيب ايه بقى الادويه اللي احنا هنشرحها النهارده؟ الريفامايسين، الايزونايازيد، الايثامبيتول، والبايلازينامايد، ودي اللي هو الحاجات اللي احنا قلنا عليها سكند لاين دراجز. بعد كده هناخد مع الابريزي، هما تو دراجز بس يعني في دي. اوكي، الايزونايازيد الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو كدراج هو برو دراج، يعني في صورته كده مش اكل. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل له ابسوربشن وبيروح على البلاد، بعد ما يروح البلاد بيدخل جوه المايكروبكتيريا او بيدخل جوه الماكروفاج، وبعدين من جوه الماكروفاج يدخل المايكروبكتيريا عادي جدا، بيدخل جوه الماكروفاج عادي ويكمل على المايكروبكتيريا من جوه. طيب بعد ما بيوصل المايكروبكتيريا بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان هو لسه ستيل برو دراج مش اكتف. بيحصل ايه؟ المايكروبكتيريا عندها حاجه اسمها كاتاليز بروكسيدز. الكاتاليز بيروكسيدايز ده الاختصار بتاعه كيف تي، اسمع علينا من الاختصار بتاعه، يعني بيعمل اكتيفيشن للبلو دراج ده بيحوله لاكتيف فورم، بقى ايزونايزايد ان اكتيف فورم. اما الايزونايزايد يبقى في اكتيف فورم بيعمل ايه؟ بيعمل تارجتنج ل تو انزايم، ده المين ودوت يعني لس، ده المين وده تو سام اكستنت هو لس، لس ذان التارجت ده. التارجت ده اللي هو الاسايل كارير بروتين ريدكتيز، الرمز بتاعه اي ام اتش اي، والبيتا كيتو اسايل اي سي بي سينسيز، ما علينا من الاختصار بتاعه. هو بيعمل لهم تارجتنج، لما بيعمل لهم تارجتنج بيحصل ايه؟ لما بيدمر التو انزيمز دول بيحصل ايه؟ بيعمل يوقف السينسيز بتاع المايكوليك اسيد، لما يوقف السينسيز بتاع المايكوليك اسيد يبدا ان يحصل ديستربشن للسيل وول، ولما حصل ديستربشن للسيل وول يبقى احنا كده قدرنا نستنتج ان هو كايجن بكتيريوسايدر، هو بيقتل المايكروبكتيريا. اوكي، او خلاص هو مين اللي بيستخدم اجنس هو specific for the treatment of microbiome tuberculosis، ممكن استخدمه مع ال non باختصار اللي هو non tuberculous microbacteria اللي هي المايكروبكتيريا الثانية اللي مش بتعمل tuberculosis اللي هي other types، هما كتير جدا بس انا مش مدخلكوا فيهم لان يمكن اللي بيعمل عدوى خلاص هما اللي انا قلت لكم عليهم اللي هما المايكروبكتيريا avium complex، ده بيعمل عدوى للناس اللي عندها ايد. اوكي، واللي احنا بنشرح فيه دوت اللي هو مايكروبكتيريوم تيبركيلوزس، وفي واحد ثالث اللي هو المايكروبكتيريوم ليبني اللي هو بيعمل الليبيس، دول اللي يعنينا نوعا ما. تمام، فهو حتى الايزونايزايد بيقول ان هو مش افكتيف قوي اجنس حاجه ثانيه غير المايكروبكتيريوم تيبركيلوزس، هو سبيسيفيك فور ذا مايكروبكتيريوم تيبركيلوزس. ازاي بالمنطق كده ممكن ان انا اعمل ميوتيشن او ديليشن لل سوري الانزيم اللي بيعمل اكتيفيشن للبرو دراج، فالبرو دراج هيفضل برو دراج هيفضل نان اكس، لما يدخل مش هيعمل حاجه خلاص انا ما عنديش دواء، فبالتالي انت مش هيحصل لك اكتيفيشن. تاني حاجه ان انا اعمل ميوتيشن للبروتينز دي، اعمل لها ميوتيشن فما يقدرش ان هو يشتغل عليهم حتى لو هو اكتف. تالت حاجه ان انا اعمل اوفر اكسبريشن او اوفر برودكشن للتارجت انزيم،
يعني هكتر من الانزيم دوت، فلما مثلا الايزومايزاج يخش يضرب مثلا وليكن 10، لا انا بقيت بعمل 20 فهو هيضرب 10 وهيفضل عندي 10 شغالين. تمام، ده هو المقصود من الاوفر اكسبريشن بتاع التارجت انزيم. معلومه مهمه جدا يمكن هتيجي في الاثيونامايد تاني، ان لو حصل ريزيستنس من الايزومايازايد هيحصل ريزيستنس لحاجه اسمها ايثيونامايد. دوت سكند لاين، ايثيونامايد ده سكند لاين. وليه؟ لان اصلا ايثيونامايد كيميائيا هو مشتق من الايزومايازايد، او يعني متصنع من الايزومايازايد، ففي ستراكشر سيميلاريتي. فلما يبقى في ستراكشر سيميلاريتي لو دوت حصل له ريزيستنس يبقى ده كمان هيحصل له ريزيستنس. الفارماكوكاينيتكس بتاعته هو بيتاخد اورال عادي، تمام، الابسوربشن بتاعه بيتاثر بالفود، فلازم اقول للناس ما تاخدوش الدواء دوت مع الفاضيه. بيحصل له ديفيوجن زي ما قلنا لكل الباي فلويد، بيدخل جوه السيل زي ما قلت، ممكن يدخل جوه الكيزيس ماتيريال اللي هي الكور اللي احنا كنا حكينا عنها في الغون، في الغون كومبلكس او الغون فوكس، تمام. بيوصل للسيرف سباينال فلويد عادي، ممكن استخدمه لو في حد عنده تي بي وصل للسي ان اس، ممكن اديله الدراج ده عادي ويبقى افكتيف معاه، تمام. الميتابوليزم بتاعه بيحصل له ان استايليشن اند هيدروليز. الهيدروليز يعني سيبكم منه، خلينا في الان استايليشن. الاستايليشن عامه في اي دروج، اي دروج بيحصل له ميتابوليزم بالاستايليشن، بيتاثر جينيتيكالي بعامل، عامل اسمه يعني في ناس جينيتيكالي فاست استايليتورز وفي ناس لو استايليتورز. ده حاجة بتختلف من ناس لناس، ويمكن التوزيع الجغرافي بتاعها السلو استايليتورز معظمهم في اوروبا، اوكي، غالب اوروبا سلو استايليتورز مش كلهم. احنا في مصر هنا عندنا غالب سلو استايليتورز، في بعض المناطق هم فاست استايليتورز زي مثلا امريكا اللاتينيه، تمام. في برضه في الهند اماكن سلو استايليتورز، وفي اماكن منها فاست استايليتورز. بس ما علينا، يعني التوزيعه دي هي جينيريك في الاول وفي الاخر، يعني مش الشعب كله بيبقى حاجه واحده، تمام. فالسلو استايليتورز هيقعد ده في الهاف لايف بتاعته 3 to 4 hours، اما الناس الفاست استايليتورز 90 مينت او 90 مينت بس هو الوقت الهاف لايف بتاعه. فلازم اخد بالي من حاجه زي ديت لما انا ادي الايزومايزات عشان اظبط الجرعه بناء على الميتابوليزم بتاع الشخص. الاكسكريشن خلاص دينا لي، تمام، دي ما فيهاش مشاكل. الادفيرس افكت بتاعته مهم جدا جدا، او واحد اللي هو الهيباتايتس، بيعمل انفلاميشن في الليفر وبيأثر على الانزيمز بتاعت الليفر، الميتابوليك انزيمز العاديه بتاعت الليفر بيأثر عليها، اللي هي بتاعت اليوريا سايكل، الهضم بتاع البروتين، الهضم بتاع الدهون بتاع البايل، الحاجات دي كلها ممكن يأثر عليها، تمام. حاجه تانية مرتبطه بالليفر ان هو بيعمل انهبيشن للميتابوليزم بتاع بعض الادويه زي الفينايتوين والكربون، لما بيعمل لهم انهبيشن بيزيد مستواهم في الدم، فبيزود من ظهور الاعراض الجانبيه بتاعتهم، او بيعمل بوتنشيشن للادفيرس افكت بتاعت الدوز دي. بيأثر، ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي في بعض الناس، ممكن يأثر على السنترال نيرف سيستم، يعمل شويه كونفولجنز، يعمل شويه سيجر، بس دول مش كومن قوي. دوت يعني كمان بعد الهيباتايتس انه يحصل فيكتور نيوروباثي، يبدا الشخص يحس بالتنميل في الهاندز والفيت، في القدمين والكفين، تمام. ده ليه؟ ده ناتج عن ان الايزومايازايد اصلا لما طبيعي بيتاخد داخل فتره طويله بيعمل بايلودكسين ديفيشنسي. بايلودكسين ده اللي هو الفيتامين بي 6، هو طبيعي ان هو بيقلل من الباثوي اللي بيكون البايريدوكسين دوت. ف انا اعمل ايه عشان اتغلب على المشكله ديت؟ لو شخص حصل له ديفولوبمنت في الكافر نيوروباثي، او لو هو عنده هيستوري ان انا عندي مشاكل في فيتامين بي 6، ابدا ان انا اديله سبلمنتيشن فيتامين بي 6. حل بسيط جدا، اوكي. اي حد عنده اي سؤال في اللي احنا عملناه لحد دلوقتي؟ طب انتوا فاهمين لحد دلوقتي ولا في حاجه غامضه؟
فيمكن المحاضرة دي الشرح بتاعها البعيد عن الأدوية شوية كان أكتر من كان قبل كده، بس أنا حاولت إن أنا أقلل منه بقدر الإمكان. يعني في حاجات كتير جدا ما جبتش شاريحها خاصة بالتي في عشان بس تبين. أوكي، الدرج اللي بعد كده هي قليلة من الدرج، الفيرست لاين بتاع موريفانتين، ريفابيوتين وريفابنتين بيجوا بعديه. لو ريفابيوتين في مشاكل منه او لو انا هو مش افكتيف ممكن ادي دول، وهنقول بندي دول امتى. بس هي عامة حاجة اسمها يعني العيلة كلها اسمها ريفامايسن، تمام، اعضائها ريفابيوتين ريفابيوتين اند ريفابنتين. الريفابيوتين هو برودر يعني على المايكرو بكتيريا بشكل برود اكتر من الاي جي ماي فايز. ليه؟ لان هو افكتيف اجنست التوبركلوز وافكتيف اجنست الاذر تايب اوف مايكرو بكتيريا، تمام، فده بيخليه السبيكترم بتاعه مور برود او برودر برودر. اوكي، الميكانيزم اوف اكشن بتاعه احنا كنا جبنا شيرك قبل كده حاجه اسمها فيداكسومايسن، وكنا قلنا انه ان في حاجه اسمها ار ان اي بوليميريز وفي حاجه اسمها كور انزيم لما بيمسك فيه السيجما فاكتور بيتحول لحاجه اسمها هولو انزيم. الهولو انزيم ده هو الاكتيف فورم بتاعه، والمكان اللي في النص ده هو الاكتيف سايت. اوكي، ما اعرفش في حد فيكم فاكر الرسمه ولا لا، بس انا ما حبيتش ان انا اخرج براها بسبب ان انا مش عايزه اشتتكم يعني. بعد كده خلاص الهولو انزيم دوت اتكون، بيبدا يجي الدي ان ايه ويبدا الفيتاكسومايسن كان بيشتغل هنا، كان بيمنع الايه الدي ان ايه ان هو يحصل له يفتح ويعمل ريبليكيشن فورك، او هنا مش ريبليكيشن، هنا يعتبر ترانسكريبشن. ترانسكريبشن على وجه التحليل، لان انا بنسخ ار ان ايه دلوقتي مش بعمل ريبليكيشن، تمام. المهم هو الفيتاكسومايسن كان واقف هنا، احنا بقى هنكمل معاه. خلاص هو الدي ان ايه خلاص اتفتح، تمام، التو ستراندز اتفتحوا، السب يونت اللي اسمها 2 ديت ربنا خلقها علشان تقدر ان هي تتصلهم مع بعض. بعدين السب يونت رقم واحد ديت تبدا ان هي مش بتخرج بره الكافيتي ولا حاجه، هي بس مجرد ان هي بتتحرك بشكل يخلي فيه المكان فاضي، مش مجرد ان هي بتخرج بره او كده، يعني ده مجرد حاجه تشبيهيه بس في الصوره. اوكي، الحوار بتاعنا ايه؟ الحوار بتاعنا ان ريفان بين بيشتغل في الحته دي، ريفان بين او ريفان مايسنز كلهم بيشتغلوا في الحته دي. بيعملوا ايه؟ لما يحصل يجي يحصل الاديشن بتاع النيوكليوتايد اللي هي الار ان اي نيوكليوتايد على ستراند من دولت علشان يتنسم ار ان اي او تي ار ان اي او الار ار ان اي، هو بيمنع الحته دي، تمام، بيمنع من ان يحصل الونجيشن. خلاص هو بيبقى اتفتح كده بس ما بيقدرش يكمل بعد كده، تمام. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الريفامايسنز كلها. اوكي، بلوكس ار ان اي ترانسكريبشن باي انتراكتنج ويز ذا بيتا سب يونت. البيتا سب يونت دي اللي هي ايه؟ هي مش ظاهره هنا في الرسمه، بس الكور انزيم دوت بيتكون من واحد او اثنين بيتا سب يونت مش فاكره، وبيتكون من ثلاثة تقريبا أو اثنين أوميجا يونت، وبيتكون كمان في عندنا اللي هي الألفا يونت برضو. يعني هو بيتكون من كذا يونت، في منها ألفا وفي منها بيتا وفي منها في منها أوميجا، تمام، وفي اللي هو السيجما كاباسيتي فاكتور ده. فهو البيتا يونت هي يعتبر المين يونت بتاعة أو أكبر يونت موجودة في الكور الزاين بتاع الـ RNA كله، هو بيشتغل في السايت ده تحديدا. الفارماكوكاينيتكس بتاعته هو اورالي ادمنستر، بيحصل ديستريبيوشن برضه زي الايزومايازايد. في معلومه مهمه هنا ان هو بيعمل اندكشن للهيباتيك انزيمز، هنشوف على وجه التحديد نوع من انواع الانزيمز يعني. بس لما بيحصل لها اندكشن بيزود معايا اوزر بياخد يزود الكابلز بتاعي، تمام، الى جانب ان هو بيعمل حاجه مميزه جدا جدا ونادره جدا جدا ان احنا نلاقيها في اي ايجنت تاني، اللي هي undergoes auto induction. auto induction يعني ايه؟ يعني بعمل اندكشن للميتابوليزم بتاع نفسي. يعني انا كريفن بين بدخل
بدل لما اقلل من البتاع جلوكوز بتاع نفسي او افضل زي ما انا، لا ده انا بعمل اندكشن لان انا بكسر وما اديش اي افكت، يعني مش ما اديش اي افكت، بدي افكت بس بنسبه اقل. اوكي دي حاجه مميزه جدا في الريفنتين. الاوتو اندكشن دوت بيستمر اول تقريبا اسبوع او اثنين، بعد كده بيقل، مش طول الوقت هو عامل اوتو اندكشن، بيبقى شديد في الاول وبعدين بيقل بالتدريج لحد ما يبقى طبيعي جدا، يبقى مفيش اوتو اندكشن. اوكي الاليمينيشن معظمه عن طريق الفيسز، تمام، او بيخرج عن طريق البايل يعني، وسمول برسنتج من بتخرج في اليورين. بس في معلومه مهمه هنا برضو، ان هو سواء اليورين سواء الفيسز سواء التيرز سواء السكريشنز، اي معظم السكريشنز تقريبا لما بياخد الدواء دوت لفتره بتبدا يحصل لها صبغه دي اورنج ريد كولر. الاورنج ريد ده بيبقى ميتابولايت من ميتابولايت من ريفن دين، بيصبغ السوائل او السكريشنز بتاعت الجسم. فلازم انبه الشخص اللي هو بيتعالج بالادويه ديت او ريفن دين، لازم اقول له خلي بالك لو لقيت مثلا كتير لونها مختلف، لو لقيت اليورين لونه مختلف ما تتخضش ما تستغربش، ده حاجه طبيعيه. تمام، لدرجه ان هو ممكن يصبغ اللينسز كمان، ممكن يصبغ العدسه اللي انا حاططها في العين، لو شخص حط عدسه ممكن تبدا تصبغ عادي. تمام، الادفرس افكتس بتاعته نوزيا vomiting، بيعمل هيباتايتس برضو، بس هو يعني هي نادره شويه. بس بما ان احنا بنقول ان احنا بناخد الادويه اللي هي الايزومايازايد والريفامبين ومعاهم كمان حاجه اسمها بايزينامايد برضو بيعمل مشاكل في الليفر، فالثلاثه دول يعني بيأثروا على الليفر قوي قوي. الشخص اللي انا ممشيه على اول شهرين المالتي دراج ثيرابي دوت لازم اعمل له مونيتورنج الليفر انزيمز، لازم كل فتره اعمل له ليفر فانكشن تيست، باخد بالي من الليفر بتاعه ان هو ما يكونش بيحصل له حاجه. لو لقيت لا قدر الله هو مش قادر ان هو يفتح الادويه دي مع بعض، ببدا ان انا اعمل كومبينيشن من الثيرد لاين والسكند لاين او حاجه كده، بشوف المور افكتيف من السكند لاين وابدا ان انا اعمله مزرعه، بان انا اديله حاجه من السكند لاين واشيل حاجه من الثيرد لاين. زي ما قلنا هو بيعمل اندكشن ليه السايتوكروم بي 450، ده يمكن تاني من الناس اللي الاندكشن قبل كده. كمان بيعمل اندكشن، الامثله هنا مثلا السلفونايز دي، الناس اللي عندها دايابيتس ميليتس، ايثانازول دوت انتي فانجل، وارفرين مثلا، بروبانولول دوت بيتا بلوكر، بيعمل اندكشن دي يعني ادويه كتيره جدا. بيأثر على الفيز 1 من الميتابوليزم والفيز 2 من الميتابوليزم، دي مش معناها مهمة أوي يعني، أهم حاجة إن هو بيعمل اندكشن. تمام، فبالتالي بيقلل من الهاف لايف بتاعت الكرو ادمنستر دراجز. أعراض جانبية تانية للريفنتين، إن هو لو تاخد لفترة طويلة ممكن تاخد لفترة طويلة وهاي دوسز ممكن يعمل أعراض زي الفلو، أعراض زي البرد أو الرشح. تمام، ممكن تبقى مصحوبة بفيفر وشاذ ومعاليا. تمام، لو الموضوع استمر ممكن في حالات نادرة ممكن يحصل ديفلوبمنت اكيوت رينال فيلير هيمولايتيك انيميا، بس ده مش يعني احتمال ضعيف شوية نادر شوية. اوكي، الريفابيوتين الريفابيوتين بيفرد مع الناس اللي عندها تي بي وعندها immune deficiency virus اللي هو الفيروس اللي بيعمل مرض الايد، وكمان مش مجرد عندها immune deficiency virus، لا ده هي كمان بتستقبل ادويه، الادويه ديت هي انتي فايرال هناخدها ان شاء الله، حاجه اسمها بروتيز انهبيتور وحاجه اسمها سايد ريفيرس ترانسبيتيز انهبيتور. هو سريعا كده النون انفلوشيتي فاست ريفيرس ترانسبيتيز ده ايه؟ سريعا دوت خلينا في ريفيرس ترانسبيتيز نفسه وبعدين نتكلم عن الانهبيتور بتاعه. الريفرس ترانسكريبتيز هو المفروض ان ربنا خالق الفيروس دوت، هو الماتيريال بتاعته الجينوم بتاعه اللي هو الدي ان ايه، مش الدي ان ايه، اللي هي الجينوم بتاعه الماده الجينيه بتاعته ار ان ايه، وهو المفروض داخل جسم الانسان، احنا دي ان ايه عندنا دي ان ايه، فهو علشان بيتكاثر ازاي؟ بيتكاثر عن طريق ان هو بيزرع
الجينوم بتاعه جوه الجينوم بتاعنا، ولما احنا الخلايا بتاعتنا تبدأ تتضاعف هو كمان بيبدأ الجينوم بتاعه يتضاعف ويكثر في العدد. هو بيتكاثر عن طريق ده، الفيروس معظمه كله تقريبا بيتكاثر بالشكل ده، تمام؟ ما بيقدرش الفيروس ان هو ينقسم كده كخلية، انما فيروس فانقسم، لا مش بيعمل كده. فهو محتاج حاجة تحول ال RNA بتاعه ل DNA عشان يقدر ان هو يعمل له insertion جوه ال DNA بتاعنا، صح؟ فال reverse transcriptase ده حاجة جوه الفيروس انزيم يحول ال RNA ل DNA ويرجع تاني يحول ال DNA ل RNA، يعني شغال كده في الناحية دي. فهما بيعالجوا بقى الفيروس ازاي؟ بيدوله حاجة تعمل inhibition ليه بتاع ده، البروتيز inhibitor، البروتيز نفسه، البروتيز ده برضه انزيم بيعمل ايه؟ بيساعد الفيروس ان هو يتحول من الاماتشور فيروس اللي هو يعني البيبي فيروس بمعنى اصح ل ادلت فيروس او ماتشور فيروس او فولي ديفلوبد فيروس. من غير البروتيز ده فهو مش هيوصل لمرحله الماتشور، تمام؟ فانا علشان انا اعالج اي عدوى فيها فيروس بيمر بالمرحله بتاعت البروتيز دواء، محتاج ان انا اعمل دواء بروتيز انهبيتور عشان يعمل انهبيشن ليه، ان هو يتحول ليه ادلت فيروس، لان الادلت فيروس هو انفكتيف لكن اللي هو الاماتشور فيروس مش هيموت، اوكي؟ ف عوده بقى للقصه الاساسيه، ريتابيزين بيستخدم مع الناس اللي عندها تي بي وعندها اتش اي بي انفكشن، وبتستقبل الادويه دي، بيبقى افكتيف بقى. مش كويس ان انا استخدم معايا ريتابيزين، تمام؟ مع الادويه دي برضه هو التاثير بتاعه، هو بيعمل اندكشن لي السيتوكروم بي 450 بس اقل، تمام؟ ادفرس افكت بتاعته سيميلر تو ريفامبين، بس بيعمل حاجه صعبه شويه اسمها اليوفيايتس. اليوفيايتس ديت انفلاميشن في يعني بلاد فيسلز المحوطه العين، ربنا خليها بلاد فيسلز شبكه كده محوطه العين، اللي هي لما احنا بنتعب بنسهر مثلا او بنفضل يومين مش نايمين بتلاقي عينك حمرا كده، بيبقى في حاجات حمرا كده، هي ديت. بس هو هنا بيعملها مش عشان انت سهران ولا حاجه، هو بيعملها كده طبيعي، هو بيعمل انفلاميشن في البلاد فيسلز ديت، ولو ما اتعالجتش ممكن تاثر كمان على الرؤيه لو الدراج ما وقفش، تمام؟ او ما قالش الجرعه بتاعته او ما الدنيا ما ظبطتش ممكن تاثر على الرؤيه. بيعمل سكان هايبر بيجمنتيشن، اوكي؟ الاف اتنتين دوت الهاف لايف بتاعته اكتر، بيستخدم في كومبينيشن مع الايزونايزات زي ما قلنا قبل كده، ايزونايزات الليفا بنتين بيستخدم، او الليفا بنتين بيستخدم في الليتنت تيوبيكولوزيس انفكشن، اوكي؟ بايرازينامايد دوت ثالث واحد معانا، اللي هو الفيرست لاين، ثالث واحد في الفيرست لاين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انكلير، بس في يعني اجتهادات، في نظريات، في دراسات وهكذا. ففي دراسة هي نشرت تقريبا سنة 2006، صورة دي من دراسة من 2006 تقريبا، بتحكي عن البيرازينامايد بعد ما يدخل المايكوبكتيريا بالباسف ديفيوجن، يعني ديفيوجن انرجي، وبعدين جوه المايكوبكتيريا في حاجة اسمها بايرزيناميديز، اللي هو الاسم ده بايرزيناميديز انزيم، ده هو الاختصار بتاعه ده، اوكي؟ وده الجين، ده اسم الجين اللي لما بيترجم بيحمل الانزيم، اوكي؟ يجي الانزيم دوت بيشتغل على البايرزيناميد، بيحوله الشكل ده الكيميائي اللي هو بي او اي، ده شكل كيميائي، مفيش داعي ان احنا ندخل الشكل الكيميائي الاستراكشر بتاعه علشان هو رخم شويه، بس هو بيتحول ليه اكتف فورم، ده بروجرد، ده اكتف فورم. الاكتف فورم دوت بيعمل ايه بقى؟ بيخرج بره، بس بيخرج عن طريق يا اما كورين بروتينز، يا اما عن طريق يعني ما بيخرجش، يعني بيخرج بطاقه من الاخر، لازم يخرج عن طريق اكتف ترانسبورت. بيخرج بيكتسب بروتون من الميديا اللي بره، طبعا موجوده في كل حته في الدم، البروتون ده موجود كتير عندنا مش هيحتاج، يعني بيكتسب البروتون دوت وبعدين بيتحول ليه فورم اللي هو اتش بي او اي، يعني بي او اي وخد البروتين. بعد كده بيدخل تاني
ده بيبقى شايف احنا مجرد. اوكي بيدخل تاني جوه الخليه برضو بالباسيف ديفيوجن. لما بيدخل بيعمل زي ما احنا شايفين المفروض بره بوزيتيف ومن جوه المفروض نيجاتيف، ده الممبرين بوتنشال الطبيعي. هو بوزيتيف وداخل فبيعمل ايه؟ بيعمل ديسربشن للمبرين فانكشن، على وجه التحديد بيعمل مشكله في الممبرين بوتنشال، ان هو بيزود البوزيتيف جوه، بيزود الشارج البوزيتيف جوه السيل، ده طبعا بيعمل ديسربشن. تاني حاجه بيعملها ان هو لو فقد البروتون بتاعه بيفقده انترا سيلولري، يعني جوه المايكرو بكتيريا، لما بيفقده جواها بيرجع تاني اللي هو الفورم دوت. البروتون ده بيعمل اسيتيفيكيشن للسايتوبلازم، لما يكتر بقى يخش الدوره دي يعمل نفس الحركه وياخد بروتين من بره ويقوم يدخله جوه وياخد بروتين من بره ويدخله جوه، بيعمل اسيتيفيكيشن للسايتوبلازم. البكتيريا في الاخر ايه؟ بتموت. تمام دوت توقع عن البروتين، هو ده اللي بيحصل، بمجرد توقع، هو لسه ان كلير او ان سيرتن، مش واضح قوي، مش قادرين يتاكدوا من المعلومات اللي هم وصلوا لها. البيبر ديت اصلا كانت منشوره مش في الميكانيزم اوف اكشن، كانت منشوره بتبحث في الريزيستنس بتاعته، فهو انا عامل الريزيستنس ثلاثه، لا اما بالافلكس بامب، لا اما اقل من الابتيك بتاعه ما يدخلش اصلا من الاول، بايريزينامايد كبلو دراج ما يدخلش، لا اما انا اعمل ميوتيشن في اللي هو الجين دوت، فلما يجي يعمل بايريزيناميديز ما يبقاش اكتف، ما يقدرش ان هو يعمل اكتيفيشن للبايريزينامايد. ايه ده سريعا كده الايه الميكانيزم اوف اكشن والريزيستنس بتاعته. بيعمل ليفر توكسيتي زي ما كنا قلنا قبل كده، قلنا الكلام دوت مع الايزونايزايد تقريبا او مع ريفاندي. تمام بيعمل مشاكل في اليوريك اسيد، بيزود اليوريك اسيد بس ما بيوصلش لدرجه ان الشخص اللي عنده يعني جاوت ما يوصلش ان هو يعمل له جاوتي اسيد. الحمد لله ما يقدرش ان هو يوصله لان هو يوصل لمرحله الجلد يعني. تمام او ريلي يعني نادرا. اوكي خلاص المعلومه دي قلناها قبل كده. الدراج يوجوالي ديسكونتينيود افتر 2 مانثس. تمام ليه هو بعمل له ديسكونتينيويشن؟ لان هو الكلينيكال بنفيتس بتاعته بتحصل في الاول، بعد كده بيبقى مش كلينيكالي اكتف او مش كلينيكالي افيشنت فبوقفه. تمام ما بكملهوش بعد شهرين. الايفامبريتول اخر حاجه معانا في الفيرست لاين، دوت بكتيريو ستاتيك. تمام بيشتغل فين؟ بيشتغل على، انا هقصلكم الجزء ده من الصوره، كنا قلنا الحته ديت بيبتدي جلايكان لاير، كنا قلنا في حاجه اسمها ارابينو جلاكتين لاير قبل المايكوليك اسيد لاير. هو بيشتغل في الارابينو جلاكتين لاير دي، بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للارابينوزايل ترانسبريز، فبيمنع الاخر من الارابينو ده شوجر اسمه ارابينوز، ده شوجر، الجلاكتين ده جاي من جلاكتوز. اوكي هو اثنين شوجرز مع بعض بيحصل لهم معين بيعملوا حاجه اسمها ارابينو جلاكتين ماكليت ليه، هو بيمنع ان الارابينوز دوت يطلع بره ويتكون ويدخل في تكوين الطبقه دي. طبعا بما ان هو منع الكلام دوت تبقى السيل وول مش هيبقى فولي فورم. اوكي مش البنتريشن بتاعه للسي ان اس مش ممكن يعدي وممكن لا، بتختلف من شخص للتاني. تمام بس هو بيبقى افكتيف مع الناس اللي بيحصل لها انفكشن في السي ان اس، في التيبيركيلم المايكوبكتيريوم تيبيركيلوزيس. اوكي الأرض الجانبية بتاعته أوبتيك نيورايز، وبيخلي قدرة العين إنه يفرق ما بين اللون الريد والجرين اللي هو العمل الألوان بمعنى أصح، يعني هو بيعمل عدم وضوح في الرؤية visual acuity، يعني عدم وضوح في الرؤية. تمام و loss of the ability to discriminate between the red and green colors، دول اللي هما بيتقال عليه الحاجة دي بيتقال عليها عمل ألوان. طبعا دوت بيبقى ريفرسبل، يعني لو انا قللت من الجرعه بتاعت الدواء او وقفتها يرجع كل حاجه كويسه. والاوبتيك نيورايتس يعني عمل انفلاميشن في الاوبتيك نيورون اللي هو لو تفتكروا رسمه الاي في عصب كده داخل من ورا كده، الكره بتاعت الاي في عصب كده داخل من ورا، هو ده الاوبتيك نيورون. اوكي
يوريك اسيد اكسكريشن از ديكريزد باي ايفنتيتول، برضه بيأثر على يوريك اسيد اكسكريشن. تمام. يوز ويز كاشن للناس اللي عندها جاوت، يستخدم بحرص مع الناس اللي عندها جاوت. دي تجميع سريع كده كتير قوي يعني. في حد عنده اي اسئله عشان ندخل على الجزء الاخير من المحاضره؟ معلش المحاضره طويله شويه عشان اصلا يعني مفيش حد بيشوف. اوكي هندخل على الارتمين سكند لاين دوت. تمانية. تمام. في منهم خدناه قبل كده زي مثلا الكلوكينالون، الماكرولايد خدناها قبل كده، الستريبتومايسين خدناها قبل كده. دي حاجات ما خدناش قبل كده بس اول مره هنقولها. تمام. الستريبتومايسين اول حاجه هو كان اول اصلا اول ايجنت اصلا استخدموه اجل التسديد، كان فعال جدا جدا جدا، بس الظرف كان حصل له ريزيستنس وما عادش فعال اصلا، يعني نادرا ما تلاقي سليم شغال معاها الستريبتومايسين، بس هو كان موجود ك سكند لاين دوج. الستريبتومايسين واحد من الامن بيتسايد ده الفكره كانت بتشتغل على اف تي اس يونت وبتمنع البروتين سنسز في الخليه او في البكتيريا. لو الستريبتومايسين مش افكتيف بينقله على الكانامايسين والاميكايسين. ده بس ده المهم في الموضوع. الكابيومايسين كنت قلت ان هو نوع من انواع الامينوجلايكوسايد، الميكانيزم الاكشن بتاعه برضه زي الامينوجلايكوسايد بالظبط، السورس بتاعه كمان نفس السورس بتاع الستريبتومايسين الفانجاي اللي هو بينتج الانتي بايوتيك دوت. بيستخدم مع ايه؟ بيستخدم مع المالتي دراج ريزيستنت تي بي، وهما كلهم تقريبا الالترنيت سكند لاين بيستخدموا مع المالتي دراج ريزيستنت تي بي. قال لازم اعمل كيرفول مونيتورنج للرينال فانكشن والهيرنج، علشان طبعا معروف ان الامن الجلايكوسايد ده ما بيمشي عليها فتره ممكن تعمل انتي توكسيستي ونيفرو توكسيستي. الماكرولايد برضو كنا قلناها قبل كده. المهم نقوله او يمكن ساعتها برضو كنا قلناه اللي هو ريزومايسين، لما كنا بنشرحهم كنا جبنا سيرة الماك اللي هو المايك بكتيريان افيان كومبلكس، ده عبارة يعني عبارة عن كومبلكس من التو مايكرو اورجانيزمز، الاثنين مايكرو بكتيريا بس في واحد مايكرو بكتيريان افيان وفي واحد مش عارفة مايكرو بكتيريان ايه كده، دول كومبلكس مع بعض. يعني اسمه ليه مايكرو بكتيريان افيان كومبلكس لان هو بيتكون من تو مايكرو اورجانيزمز بيعملوا عدوى. معظم الناس اللي بيجيلها عدوى بالبتاع دوت بيبقوا عندهم مشاكل في المناعه زي الناس اللي عندها الايد في الحالات او بتاخد ادويه مثبطه للمناعه عن سؤال. اوكي فهو افكتيف اجنست المالتي دوت ريزيستنت تي بي وافكتيف اجنست المالتي دوت مايكروبكتيريا زي المايكروبكتيريان افيان كومبلكس. تمام. الاتيمونامايد دوت ستراكشر انالوج كنا قلنا في الحته دي، هو resembles to الانزيمايزات في الستراكشر بتاعه. وبما ان هو زيه في الستراكشر يبقى هو زيه في الميكانيزم اكشن شويه شبهه، بيعمل ديستراكشن مايكوليك اسيد سنسز بس الميكانيزم اكشن بتاعه لو دخلنا في تفاصيله هو هيلاقيه بيختلف شويه عن الايزومايزات، مش بيعمل انهبيشن لنفس الانزيم اللي الايزومايزات بيعملها، بس هو النتيجه في الاخر واحده ان هو بيعمل ديستراكشن للمايكوليك اسيد سنسز اللي هو الطبقه اللي موجوده فوق السيل وول او لازم كتير بقول يعني. السايكلوسيلين دوت دراج السيلين دوت اسمه ايه؟ امينو اسيد، فامينو اسيد موجود في جسمنا عادي. ده فورم من السيلين بس سايكل، السيلين اصلا مش سايكل، الفورم اللي موجود عندنا في جسمنا الامينو اسيد بتاعنا مش على هيئه سايكل. تمام. السايكليك الوحيد بتاعنا هو اللي اسمه بيولين، الامينو اسيد اللي اسمه بيولين دوت السايكليك فورم بتاعه. لا دوت الاونلي سايكليك يعني. اما السايكلوسيلين دوت يعني مش نورمالي اللي إيه عندنا في جسمنا، فدوت دراج. اوكي هو بكتيريو ستاتيك او تيوبيركيو ستاتيك بمعنى اصح، دي الامين انكوربريشن انتو ذا بكتيريا سيل وول. دي الامين ده ايوه مش هنا دي الامين اهو،
داخل في التركيب بتاع السيل وول بتاع المايكوبكتيريا. دي انا من هنا تمام. distributes well throughout the body including the cerebral spinal fluid. والادفيرس افكت بتاعته بيأثر على السي ام اس تمام. البارا امينو سالسيليك اسيد بيفكرنا بحاجه اسمها بارا امينو بنزويك اسيد. البارا امينو بنزويك اسيد ده كان ايه؟ كان بريكورسور في الفوليك اسيد سينثيسيس. فنقدر نقول ان ده انالوج للبارا امينو بنزويك اسيد زي الايه؟ السلفونامايد. لو تفتكروا السلفونامايد كانت بريكورسور للبارا امينو بنزويك اسيد دوت بارا امين ده بريكورسور برضه البارا امينو بنزويك اسيد اللي هو البارا امينو سالسيليك اسيد. فبالتالي هيشتغل زي ايه؟ هيشتغل زي السلفونامايد هو فوليك اسيد انهبيشن. فوليك اسيد سينثيسيس انهبيشن تمام. بيستخدم مع الكي بي وبيستخدم اكتر مع المالتي دراج ريزيستنت كي بي انفكشن. وهو امبورتنت يعني لحد دلوقتي ما تمش الاستغناء عنه مع ان هو كيميكال ستراكشر هو بسيط جدا تمام. فلوروكينالون دي كنا خلاص قلناها قبل كده. قلنا الموكسي فلوكسسين والليفو فلوكسسين ممكن يكون افكتيف قوي. الموكسي فلوكسسين اكتر كمان من الليفو فلوكسسين في علاج المالتي دراج ريزيستنت تبيكلوزز. اخر حاجه من الالتيميت سكند لاين دراج دي البيدا كلين. البيدا كلين دوت دراج بيشتغل بشكل مختلف تماما عن كل اللي قلناه قبل كده. حاجه كبيره جدا جدا الا وهي ان هو ساب كل حاجه في السيل ودخل يشتغل على الحرق بتاع السكر اللي هو الجلوكوز اللي بيطلع لي 38 اي تي بي. كان ثلاث خطوات. اول خطوه تحويل الجلوكوز ل 2 بايروفيت وثاني خطوه تحويل البايروفيت في الكريبس سايكل لشويه بيتدخل في شويه تفاعلات بينتج منها ووتر وشويه اي تي بي وبعدين يدخل في حاجه اسمها تشين الكترو تشين ترانسبورت. كان تالت خطوه من الحرق بتاع المولوكي بتاع الجلوكوز اللي بيجيب 38 اي تي بي دوت. هو بيشتغل على اخر خطوه ديت اللي هي السلسله كان اسمها بالعربي سلسله نقل الالكترونات او حاجه كده. كانت بتحصل في الميتوكوندريا. كانت بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق شويه الميتوكوندريا فيها اثنين سيل وول سوري اثنين يعني ممبرينز. الممبرين الاولاني في جوه ممبرين يعني مش منتظم. الممبرين الاولاني دائري كده او بيضاوي والممبرين اللي جوه تلاقوه عامل سيبتم كده داخل خارج شكل ميتوكوندريا لو تفتكروها. ف الستراكشر اللي قدامنا دوت موجود فين؟ موجود في الانر ميتوكوندريا الممبرين اللي هو الداخلي تمام. المفروض الطبيعي قبل ما نقول الدراج بيعمل ايه، المفروض الطبيعي اللي هو في الصوره ديت ان الكومبلكس دوت اسمه الفيفث كومبلكس. الكومبلكس الخامس في قبليه 1 و 2 و 3 و 4 وكل واحد فيهم ليه يعني وظيفه معينه. انا جبت لكم بس اللي هو اللي يعنينا بالموضوع دوت. في المرحله ديت بيكون وصل لي ان في بروتونز كتيره بره بين الممبرين اللي هو الاوتر ممبرين وبين الانر ممبرين. في حاجه اسمها انتر ممبرين سبيس. الانتر ممبرين سبيس فيها بروتونز كتير قوي زي ما هو في الصوره. وفي ممبرين وبعد كده في جوه شويه ستراكشر تمام. وفي جوه ووتر وفي جوه بتاع ده هو اكسجين وحاجات كده يعني. المفروض ان وظيفه الفيبس كومبلكس دوت او اخر حاجه في الالكترون تشين المفروض اخر حاجه ان البروتون بيدخل جوه. ادخل البروتون من انتر من بين سبيس لجوه ايه الماتريكس او الميتوكوندريا جواها ذات نفسها وابدا ان انا احول الاي دي بي. هو ليه وظيفتين، يدخل البروتون ده جوه تمام، وتاني حاجه بيعملها ان هو بيحول الاي دي بي بلس الاورجانيك فوسفيت. الاورجانيك فوسفيت والاي دي بي يحولها لاي تي بي اللي هي طاقه تمام. دوت الوظيفه بتاعت الفيبس كومبلكس اللي موجود في الانر ممبرين او الانر ميتوكوندريا ممبرين اللي بيستخدم او ربنا خلقه في جسمنا وفي جسم البكتيريا عادي طريقه ليه ان احنا نستفيد من الجلوكوز ان احنا نطلع منه الطاقه اللي احنا عايزينها. بقى بيجي يعمل ايه؟ بيجي يمنع الخطوه دي.
بيعمل انهبيشن للكومبلكس. الاي تي بي سينسيز انهبيتور ده اسمه كومبلكس، ليه اسم؟ لان كومبلكس 5 لان اي تي بي سينسيز انهبيتور، اي تي بي سينسيز. اوكي، هو بيجي يعمل انهبيشن للكومبلكس دوت، فبيمنع انهبيشن للفورميشن اوف اي تي بي. تمام، فده طبعا بيأثر على الميكروبكتيريا. تمام، هو غالبا بتاع ده، هو بكتيريا ستاتيك مش بكتيريا سايدل، ادمنستر اورالي. في هنا معلومة مهمة، ان هو بيعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال اللي هي في رسم القلب. تمام، عشان كده لما هدي حد الدواء دوت لفترة طويلة لازم اعمل الكتروكارديوجرام مونيتورينج. بس دي اهم المعلومات اللي هنا. تمام، اخر حاجه معانا اللي هو الدراج اللي بتعالج الليبزي. الليبزي هو ايه الاول؟ هو مرض بيجي عن طريق الاصابه بحاجه اسمها مايكوبكتيريوم ليبي، نوع من انواع المايكوبكتيريا. المايكوبكتيريوم ليبي ده بيعيش في مكان تاني غير المايكوبكتيريوم تيوبيكولوز. بيعيش فين؟ بيروح يعيش في النرف، بيأثر على النرف، وتأثيره بيوصل للسكان والاي يعني النيرفز اللي موجوده الايز موستلي في اللايننج اوف ذا نيرف. بيعمل ديسفيجرينج للشخص لو ما تعالجش منه بسرعة وطنشه. هو ليه أعراض مبدئية في الأول، ممكن بسهولة جدا إن أنا أعمل له يعني أعمل له دايجنوزز وأعمل له تريتمنت. بس لو أنا طنشت للأسف ممكن يبقى فيتال، وممكن يبقى يوصل لمرحلة اللي هو أنا مش قادر أعالجه. كمان هيعمل لك ديسفيجرينج في جسمك، مش قادر إن أنت تصلح اللي باظ ده خالص، لأن هو بيعيش في النرف. أنت مش هتقدر تصلح نرف. الخلايا العصبية الحاجة الوحيدة اللي هو ما بتنقسمش، العظم بينقسم، اللي مش عارف البلاد، اي حاجه موجوده في جسمنا بتنقسم الى الخلايا العصبيه، خلاص هي كده. اوكي، فالالي دياجنوزز مهم جدا علشان اقدر اقول ان الدواء دوت اقدر اعالجه. اتاك ذا نيرفز، في الاول بيعمل سويلنج في المكان اللي هو عمل فيه اتاك وانفلاميشن. بتبان من اندر سكين، في حاجه عامله سويلنج، دي الاعراض اللي بتظهر. ببدا ان انا المفروض ان انا اخد بالي. تمام، واروح اتعالج. لو سبته بيبدا يعمل لوس للفانكشن بتاعه التاتش في البين. يعني انا مش بحس، لو حد لمسني في المكان دوت مش هحس بيه، لو انا اتعورت فيه مش هحس بيه. اوكي، فبالتالي ده طبعا خطر، لان ربنا خلق لنا البين لما يحصل قطع او يحصل اي مشكله ان احنا نحس دي حاجه كويسه، علشان نبدا ناخد بالنا ان في هنا حاجه، ابدا ان انا اغطيها، ابدا ان انا امنع المكان دوت ان هو يلقط عدوى لحد ما تخف. فهو مش حاسس، ممكن يحصل اي عدوى وهو مش واخد باله بسبب القطع والبيرنز اللي حصلت وهو مش واخد باله. اوكي، الاشكال او السكين تشينج بتاعت الاول بتبقى اللايتر اور داركر، لان السكين لونه يكون افتح شويه من الطبيعي، لان اغمق شويه من الطبيعي. دراي جافف، وبعد كده بيتحول فليكي. يعني لو حد مسح عليه كده تلاقيه بيتطاير او بيتكسر في ايدك. تمام، ضغط الاحتياج بعدها ممكن يوصل ليه حاجه اسمها اللي هي الميدوسا لبروزن دوت، اللي هو المرحله المتقدمه بتاعته اللي هي الانفلاميشن بتاعه السكين. يبقى لونه احمر كده، وتلاقي حاجات مدوره لونها احمر على جلده كده في اماكن اسمها نيكروسم نيوروزم. تمام، يعني في الاول الناس كانت بتفتكر ان هو ملوش علاج او ان هو مواد بشكل مخيف، بس هو مش كده. تمام، يعني العدوى بتاعته مش سهله، بس لو انا اتاخرت في زي ما قلنا اتاخرنا في الدايجنوستيك بتاعه، ممكن يبدا يحصل مشاكل انا ما اقدرش ان انا اعالجه. يبدا يعمل لي باراليسيز، يبدا يعمل لي ديستيجرنج في الهاندز والفيت، ممكن يعمل لي بلايندنس لو هو شغال في الاي كويس قوي، ممكن يعمل لي بلايندنس. تمام، الادويه اللي بتعالجه الدابسون توجذر ويز الريفنتين، بس طبعا بما اننا شرحنا الريفنتين قبل كده فمش هنجيب سيرته. في بعض الحالات بيوصفوا الكلوفازين دوت، هي بتختلف من ستيج لستيج. بس فالدابسون مينلي، دابسون هي الفيرست او ثيرد لاين، الدابسون هي الريفنتين. بعد كده لو في ستيجز معينه او في كاركترستكس معينه او اعراض معينه ممكن ادي معاهم الكلوفازين. الدابسون دوت ستراكشر ريليتد تو السلفونامايدز، وبالتالي هو نفس الميكانيزم بتاعهم، انهبيتس دايهايدروكيتيز
سينسيز أو سينسيز هو بكتيريا ستاتيك تمام فور المايكرو بكتيريا ليبريا يوزد ممكن إن أنا أستخدمه مش شرط مع مع البايكو بكتيريا بس ممكن إن أنا أستخدمه مع النيمونيا اللي بتعملها مش بارازايت الباثوجين ده كنا قلنا عليها قبل كده اللي هو النيموسايرس جيروفيساي ده كنا جبنا سيرته في المحاضرة اللي فاتت كنا قلنا إن هو بيعمل انفكشن للناس اللي عندها مشاكل في المناعة زي الـ HIV تمام كنا قلنا إن الأعراض بتاعته بيعمل نيمونيا تمام فهو ممكن يستخدم في علاج الدبس ممكن يستخدم في علاج الحالة ديت أبزوربت عن طريق الجاستروانتستاينال تراكت أوكي بيتاخد أورالي بيحصل له أهم حاجة إن هو بيحصل له كونسنتريشن في السكين عشان كده هو الفيرست لاين في علاج اللي لا غنى عنه ممكن نستغنى عن ايه تنزيل ممكن نستغنى عن اللي هو الكلوتازيمين غالبا يعني غالبا الناس ما بينفعش نستغنى عن الكبسول العلاج على فكره بيستمر فتره طويله جدا ممكن سنه سنتين فتره طويله جدا ده هو بياخد الاداه بس انا لما جيت اجيب الريجيمنت والخطوات اللي بنمشي عليها لقيت الموضوع واسع جدا ولازم كل حاجه بتشخيص وكل حاجه باعراض الموضوع هيكبر قوي فما جبتهاش بصراحه بس هو عامه بيفضل فتره طويله جدا 9 شهور ممكن لحد سنتين او اكتر يعني على حسب الستيج اللي انت فيه على حسب الطريقه في العلاج الادفرس رياكشن بتاعته الهيمولايسيس ممكن يعمل هيمولايسيس من ميت هيموجلوبينيا اللي هي الهيموجلوبين المفروض الطبيعي بتاعه بيبقى فيه السيرس فورم مش السيرس فورم اللي هو بلس 2 او 2 بلس الميت هيموجلوبينيا الهيموجلوبين شايل فرك شايل فرك ستيت شايل 3 بلس دوت بيعمل حاجه اسمها ميت هيموجلوبينيا يعني الهيموجلوبين مش قادر ان هو يشيل الاكسجين بشكل كافي وبالتالي بيبدا يظهر اعراض على الشخص زرعان في اللسان في العين في الجلد في الزرق كده تمام بيحصل نيروباثي بيحصل مين اخر حاجه هو داي يعني صلاه فينازين داي تمام نوع من انواع فينازين داي بيعمل ايه هو بيشتغل عن طريق حاجه اسمها ان هو يعمل disruption او يعمل ريلوكس بروبرتي يعني ايه عارفين اللي هي الحاجات اللي هي اللي بيتقال عليها الشقه اسمها ايه بالعربي اللي هي بتعمل ستريس جوه الخليه وبيبقى سببها يحصل الكانسر مش فاكره اسمها ايه بالعربي اللي هي هي اسمها مواد مؤكسده او حاجه كده مش فاكره قوي بس ديت بتبقى شايله لون بير اوف الكترون اللون بير اوف الكترون ده مش لون بير اوف الكترون لون الكترون كمان بتبقى شايله يعني المفروض ربنا خالق الخليه طبيعي في الاوربيتال بتاعها سوري الاتوم في الاوربيتال بتاعها بتبقى فيها اثنين الكترون وبيبقوا بيتحركوا حركه مغزليه واحد في اتجاه والتاني عكس الاتجاه فبيقدروا ان هم يبقوا مع بعض ستابلايز فلو الاوربيتال فيه الكترون واحد تمام والماده دي كيميائيا مش مخلوقه كده يعني الماده دي كيميائيا ناقص منها الكترون ناقص منها الالكترون كان 2 وبعدين بقى 1 يبدا يحصل حاجه اسمها ريدوكس ستريس تمام الريدوكس ستريس دوت بيعمل ايه الحاجه ديت بتبقى مش ستابلايز فبتبقى عايز توصل للستيبل فورم فبتوصل للستيبل فورم عن طريق ان هي اما بتتفاعل مع الدي ان ايه بتتفاعل مع السبين كمان بتتفاعل مع الليبيد بتتفاعل مع اي حاجه موجوده في السيل اي حاجه ممكن تتفاعل معاها ممكن تتفاعل مع انزيمز ممكن تتفاعل مع ميتابولايتس ممكن تتفاعل مع حاجات كتير تمام فالستريس دوت لما هو بيشتغل كده عن طريق ان هو بيشكل نوع من انواع الستريس على السيل تمام وممكن تتفاعل مع الدي ان ايه فبيبدا ان هو يبقى بكتيري سايدل يقتل البكتيريا انا مش فاكره قوي مش فاكره المصطلح قوي بس ان شاء الله افتكر يعني اللي هي الاكسجين راديكالز انا مش فاكره المصطلح قوي والله مش عارفه ازاي نسيت معلش السايتوكسيك اوكسجين راديكالز الراديكالز ديت هي اللي بتبقى شايله الكترون كده واحد بس فيها مش اتنين بيبقوا موجودين في اوربيتال بيبقى موجود في اوربيتال وطبعا طول ما هو لوحده بيبقى نون ستابلايز
يدور على اي حاجه يساعد معاه عشان يوصل للستيبل فورم. طبعا بيبوظ الدنيا خالص. معروف ان الراديكالز ديت هي اللي بتعمل يعني سبب من اسباب الكانسر. من ضمن اسباب الكانسر ان السيل اتعرضت ليه ستريس من الراديكالز دوت بشكل اوفر قوي لفتره قصيره، فممكن تعمل ديفلوبمنت للكانسر عن طريق ميوتيشن. طبعا ميوتيشن في الدي ان ايه فهو بكتيريا سايدل تو مايكرو بكتيريا ليبري. ممكن استخدمه مع التيبيركيلوس والنون تيبيركيلوس مايكرو بكتيريا. ال World Health Organization WHO وصف بيه ان هو الشخص اللي عنده مالتي دراج ريزيستنس من التي بي يتعالج بيه استخدام الكلوفازين من 9 ل 12 شهر. بيعمل ايه؟ بيعمل براونش بلاك ديسكالوريشن للسكن. مهم العرض دوت ان هو بيخلي السكن ستيمد او بيجمنتد وي براونش بلاك كولر. تمام. ممكن يعمل شويه ايزينوفيليا. تمام. نقص كرات الدم الايزينوفيلز اللي هي نوع من انواع كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيتا سوري. تمام. بيعمل فرز من الايزينوفيليا اللي هي نقص كرات نوع من انواع كرات الدم البيضاء الايزينوفيلز، وبيعمل فورم من الالتهاب في الانتستين الانترايتس التهاب في الانتستين. تمام. لو لا قدر الله ما اتلحقش بدري ممكن اضطر ان انا اعمل ريموفال البارت دوت او الجزء دوت من الانتستين بسيرجري. تمام. هو ليه انتي انفلاماتوري افكت، ليه انتي انفلاماتوري افكت، وعشان كده الناس اللي بيحصل لها اللي هو الاريتيما اللي هي الحاجه اللي لونها شكلها مدور كده ولونها احمر اسمها نيفيوزم لبروزون، ده عرض من ضمن اعراض العدوى عادي، ده بيحصل عند ناس. فبيقول ان الدراج دوت بيبقى افكتيف مع الناس اللي بيحصل لها ديفلوبمنت النوع دوت من الاريتيما. هنلاقي ان الدراج ده افكتيف اجنست العرض ده. احنا كده خلصنا الاسئله ديت، عشان انا حاسه ان انا اتاخرت النهارده طولت. الاسئله ديت هتلاقوها في الداتا اللي هتنزل لكم ان شاء الله. اوكي. المفروض الداتا دي ان شاء الله هتترفع. لما تترفع هتلاقي فيها الكويستشن كتير، هي مش ما فيهاش اي حاجه، هتبقى سهله جدا. رب تكونوا فهمتوا. اي حد محتاج اي سؤال في اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، هو غالبا الاسبوع الجاي مفيش محاضره، يعني غالبا غالبا مفيش محاضره الاسبوع الجاي. تمام. جزاكم الله خيرا وعذرا على الاطاله. بالتوفيق يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.